السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ كيف الحال؟ النهاردة إن شاء الله فيديو بسيط، عايزين نتكلم عن ازاي ان انت تكستمايز البي اتش بي ستورم عشان خاطر يبقى يعني يسبورت السيمفوني وفي نفس الوقت يساعدك جدا في ان انت بتديفلوب السيمفوني كود. اول حاجة يا شباب، انا اريكومند جدا ان انت تستخدم البي اتش بي ستورم كهو الاي دي اي بتاعك. انت طبعا ممكن تختار اي اي دي اي، في اي دي اس كتيرة جدا زي مثلا فيجوال ستوديو كود، زي كومودو اي دي اي، زي حاجات كتيرة جدا زي نت بينز مثلا برضه بيسبورت البي اتش بي. يعني في اي دي اس واديتورز كتيرة جدا بتسبورت البي اتش بي، ولكن انا اريكومند ان انت تستخدم البي اتش بي ستورم. بي اتش بي ستورم يعني كاستمايزد للبي اتش بي، متخصص في البي اتش بي، بيساعدك جدا وبيعلي من الكواليتي بتاعت الكود بتاعك والسبيد بتاعتك وانت بتديفلوب اي كود بي اتش بي مش بس السيمفوني. انت طبعا ممكن تقول ان انت مرتاح مثلا مع اديتور معين، مع اي دي معين كتبت عليه حاجات كتيره، فقلت طالما هو كده كده بيسبورت البي اتش بي فخلاص مش مشكله. ولكن لا، انا اريكومند ان انت تشتري البي اتش بي ستور، سواء كنت حد individual يعني حد انت developer لوحدك، حاول ان انت تجيب licenses للبي اتش بي ستورم، او ان الشركه بتاعتك حاول ان انت تتكلم معاهم بحيث ان هم يجيبوا للتيم كله licenses للبي اتش بي ستورم. هيعلي الجوده بتاعت التيم وفي نفس الوقت هيزبيد السرعه بتاعت الديفلوبمنت نفسها. حاول تعتبره كانه اسيت من ضمن الاسيتس بتاعتك، زي الجهاز مثلا اللابتوب اللي انت بتشتغل عليه، زي اي حاجه تانية يعتبر اسيت من ضمن الديفلوبمنت اسيتس. طيب في البي اتش بي ستورم بقى في بلجنز مفيده جدا في الديفلوبمنت للسيمفوني. طيب نعملها بقى ازاي؟ نروح على البريفرنسز، تمام، ونروح على البلجنز، ومن البلجنز نسيرش هنا على السيمفوني، او ممكن نكتب بي اتش بي تول بوكس. البي اتش بي تول بوكس هتلاقي فيه 3 ريكومندد بلجنز. اول واحد هنا هنلاقيه السيمفوني سبورت، وده بيساعدك جدا في ان انت بتديفلوب الكود بتاع السيمفوني في الاوتو كومبليت، بيساعد في حاجات كتير قوي تخص السيمفوني. تاني واحد البي اتش بي انوتيشن والبي اتش بي تول بوكس، تمام. البي اتش بي تول بوكس برضو بيساعدك في الاوتو كومبليت، بيساعد في حاجات كتير تخص برضو البي اتش بي، وبالذات لو انت بتديفلوب السيمفوني. فالثري ريكومندد بلجنز اللي انا ارشح لك ان انت لازم تسطبهم لو انت هتبتدي تشتغل سيمفوني هم الثلاثه دول: سيمفوني سبورت، البي اتش بي انوتيشن، والبي اتش بي تول بوكس. طبعا هيحتاج منك ان انت تريستارت الاي دي اي، فممكن ان احنا نريستارت الاي دي اي مفيش مشكله. بعد ما رسترنا الاي دي اي لقينا ان التلاته كده انستولد والدنيا تمام، وكده ممكن نبتدي ان احنا نشتغل على السيمفوني ابلكيشن بتاعنا. ولكن في حاجه بسيطه عايزين نعملها، هي ايه؟ هي ان السيمفوني بلجن، تمام، لازم تعمل له انيبل على كل بروجكت. يعني مش معنى ان انت يعني خلاص سطبته يبقى كده هيبقى متاح على كل البروجكتس، لا، كل ما تعمل بروجكت جديد لازم تروح عليه وتعمل انيبل للسبورت او للسيمفوني بلجن ده. طب ده يتم ازاي؟ تروح رايح على اللانجوجز اند فريم وركس، وتروح على البي اتش بي، ومنها على السيمفوني، تمام، السيمفوني، تمام، وتقول انيبل بلجن فور ذات بروجكت، تمام، may need restart او لا، تمام. انت مش محتاج ان انت تعمل restart apply، اوكي. فكده البلجن اللي هو symphony support بقى متاح للبروجكت بتاعنا ده. تالت حاجة عايزين نعملها اللي هي ان انت تخلي الكومبوزر synchronized مع الكومبوزر.json file. نروح على preferences، تمام، ونفس الكلام هنا على ال php، او نبتدي اعمل اول برضو languages and framework، تمام، php، وتروح رايح على الكومبوزر، ولازم تكون synchronized the IDE with settings with composer.json، تمام، لازم تكون دي enabled. لو كانت disabled خليها enabled، ده بيساعدك جدا برضو في بيكونفيجر شويه حاجات كتيره قوي تخص الكومبوزر، ولو الكومبوزر تعدل بيحاول ان هو انستول اوتوماتيكلي وحاجات كده، يعني بيراقب ايه اللي بيحصل التعديلات في الكومبوزر.json فايل، وبيساعدك جدا في ان انت تكيب ابديت يعني او تبقى اب تو ديت على الحاجات اللي موجوده في الكومبوزر.json. اوكي، طيب دول كده الثلاث حاجات او الثري بلجنز، او احنا كده عملنا ازاي البي اتش بي ستور بيبقى ريدي او يعني كاستمايز ان انت تشتغل عليه على السيمفوني ابلكيشن بتاعك. انا كده خلصت الفيديو. اي اسئله استفسارات او تعليقات انا موجود على اي سوشيال ميديا، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. وشكرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.